السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين يعني غادي نتكلموا على كارنفالو اكسس، يعني اكسس ما حنا نقول كارنفالو، رانا نعطيك اسم عندك زعماك مليح. انا نعقل ولد ماطا ولد طاكيدي نهار اللي تريبلات في سعيده قلها لي مضروكا والطاقيدي وحده طيحكم طيح ديفونس كامله تاع السيابي. انا نبغي السيابي وذيك البارتي كنت فماك في سعيده، كنت فم قبل لا نبداو. جماعه ما تنساوش بارطاجيو لنا لي فيديو تاعنا، ما تنساوش طلعوا لنا يعني حتى 1000 يعني لايك باش نسقطوا التبليغات اللي راهم على قناه شوبير ديزاد. المهم يعني وين نقولها لك ونعاودها لك اكسس، انا نعقل لك مليح يعني ولد طاكيدي وماركا خسرنا 3-1 ذيك المباراة. أنا كنت فماك، أنا كنت حاضر، يعني كيفاش داها من الصون طيحكم كاع صورتو نتا. نتا نعقلها مليح كارنفالو خويا، ودرك ودرك يعني عقل فماك اللي اكتشفتك أنايا يعني تأمرتي البالو بالتيبيا بالتبلوكي البلوطا بالتيبيا. المهم وين كارنفالو اكسس وين قال بان محرز لم يقم باي مراوغه في 70 دقيقه وراه بعيد عن مستواه. راه مولي غير بشويه ما تقلقش ما تقلقش ما تقلقش اكسس، يعني وين نقولوا باللي يتكلم وقال لك لازم المدرب يعطينا توضيحات، قال لك لازم المدرب يعطينا توضيحات. حنا توضيحات هذولاك تهدر عليهم يعني مدرب ربح راه خصمو محرز لعب ربحنا بخمسة نورمال اكسس، انا نشوفها نورمال يعني ما نشوفش حاجة وحدة اخرى. الا انت راك تشوف في حاجة وحدة اخرى قولنا، حنا ما فهمناش يعني الناس يعني الناس راهم يهضروا هضرة ما كانش كاع كيما انت يا انت باغي تقلع يعني تمشي كي تمشي. واحد صغير جايب واحد صغير يلعب غادي يسيب واحد كبير معاه على يقول لك يعني الادماج الدمجه يلعب معاك ما بعد هو يقدم لا سويت ويا ماشيه. محرز حنا سليماني يعني قبل كاس افريقيا 2024 قال بلي رانا نخمو في الكوب دي مون، قال بلي نخمو كوب دي مون. اسلام سليماني شحال عندهم العام يعني ما شاهدنا المدرب السابق كان يجيب لاعبين يعني ما كناش نسمعوا هضره زايده يعني ما كناش نسمعوها. نسمعوا في هذه اللقاءات تسديده واحده ولا مراوغه طيله 70 دقيقه باسكو اليوم نتكلم على واحد اللي بصح راه مركب بنت. انت قلت تسديده واحده مراوغه واحده ما جبتش البنت راه مركب بنت. يعني الباس اروع نقول لك اروع شوف اكسس الباس اللي دارها محرز يعني الكره نقولوا التمريره المفتاحيه اللي عطاها لكويري، كويري عطاها كي يسموه يا ربي عيسى ماندي مركا البنت الاول تاع غاليزاسيون هذيك. انت وي كنت الم تراها الم تراها غير قلنا ما شفتهاش ولا ما فهمتش انايا. إلا ما شفتهاش قول لي، إلا أنت ما شفتهاش قول لي، بالك ما شفتش بالك سبحان الله، تنجم تقولنا يعني، ماشي عيب كي تقول كي تخبرنا قولنا الأسيس اللي دارها، يعني كرة مفتاحية يعني كيفاش عطاها له كيفاش الناس كاع لاهية، يعني خرجها وحده خرج كويري وحده دار باس تمركا البنت. راك تشوف يعني كيما يقول لك الأساطير تاع كرة القدم لا نحتاجه يعني باش يبان في 90 دقيقة، ربما يظهر يعني في فرصتين بزاف، يظهر في فرصتين بزاف. أحسن ما أحسن المراوغين نقولوها لازم، دونك لازم المدرب لازم دوك يفهمنا، دوك ولا وحب يبني منتخب، ما تبنيش بمنتخب لاعبين اللي ماهمش يقدموا. لازم نكونوا صراحة واضح. علاش اليوم قلت لك محرز بعيد عن مستواه؟ نروحوا لكويري. كويري انا بالنسبه ليا كان الاحسن، تمريرتين حاسمتين سجل هدف مراوغات
يزيندوها مع بو نجاح مع حجام دار نزوج كروي بيان سور دار نزوج وكان وثاني كان من الاحسن دونك مراوغات شويه عنده الانانيه كان وين لازم كان حاب يسجل بالبدايه من قبل كانت عنده شويه انيه كان من كان قادر يمد لي باس وين يسجلوا واحد اخرين شايبي كان قادر يمد اون باس ثاني لبو نجاح دونك مع هذا ما عدا هذا أدى مقابلة ممتازة. ممتازة. بالنسبة لبو نجاح، بو نجاح في الآونة الأخيرة حوالي ما عدا المقابلة تاع ليبيريا اللي سجل فيها هدف في ليبيريا، أنا بالنسبة لي بو نجاح بعيد كل بعد عن المستوى الثاني. حقيقة. اليوم سجل هدف حقيقة، ضيع عدة أهداف، عدة كرات سهلة. اللي ضيعوا باسكو نعرفوا المستوى ديالو بنجاح كومام بالك كان سوبريسيون كان حاب يسجل اتو الكره الجزائريه دونك لازم يكونسونطري انا بالنسبه لي بنجاح تراجع بزاف في المستوى ديالو كتشوف المستوى ديالو في البطوله القطريه سي فري ماشي كيف كيف مالغري تلعبنا اليوم ضد فريق جد مستوى ديالو جد ضعيف كان قادر يسجل هدفين او ثلاثه وكان كونسونطري مركز وكان كانت عنده شويه الفعاليه لهذا انا على العموم الهجوم ثلاث مهاجمين سجلوا من الاداء ديالهم ما عدا غويري اداء غير مقنع كي تشوف محرز في هاد اللقاءات الله يبارك والله اكسس والله العظيم نقول لك كلمه اكسس تاع فور عباك بلي نتا فور اكسس والله العظيم تاع فور يعني ما شاء الله انا اقولها لك اكسس انا محرز حتى عندما كان من احسن المراوغين كنت قلنا عندي واحد قريب المحرز وقال لي انه ما قدرش يعني مش قادر يوقف على رجليه وما ينجمش وهذيك الهضره هذيك الزايده هذه هي ما فهمتكش عليا ضربوا كيفاش راك تهدر والله العظيم صح مشاني نكذب عليك ولا حاجه المهم اسمك كارنافالو يعني عطيناك هذا الاسم تاع كارنافالو هيا واش غادي نقول لك واش غادي نقول لك معليش اصبر وصايك يا ودي لا ولا نقول لك هوايش الله والله على بالك بلي منصب رئيس الفاف هو منصب تطوعي ماشي رسمي هذاك قولوا له هذاك الحلوف تاعكم الله بغيتو ربي يقولوا له قولوا له قولوا الله يرحم الشباب قولوا له يا ربي يلا العظيم مصيبه معكم انتوا عليها هاتوا ما بانت لكم المهم ناس يتخدم وانتوما معليش هكا معطاو كيسموك اكسس المهم انتقد هكا وصايب انتقد هكا خير في طول هيشري لها فيك حاجه مليحه هي حاجة مليحة بس الهيصر يلها فيك علامة كاع يا باش هاكا مليحة والله لا مليحة يعني هاكا الهيصر يلها فيك خير حاجة أنا على ذي مشي باغي نرد على قناة الهداف بزاف والله العظيم مشي باغي نرد على قناة الهداف لا جال هذه هكا الهيصر قعد لاهي معاه
ما نقولش بلي تاهم يهضروا ولا يقولوا ولا خليكم كيما هكا هكا حاجه مليحه كاع.